النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة تغطي سماء المملكة، مرافقة لمرور المنخفض الجوي الخماسيني باتجاه الأراضي السورية. استمرت اليوم أجواء كانت خماسينية، وبلغت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما يتجاوز 20 درجة مئوية. هذا اليوم يتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني باتجاه الأراضي السورية، ويتوقع أن يتعمق خلال ساعات هذه الليلة ليتحول ليصبح منخفضا جويا شتويا عميق، وهو مصنف من الدرجة الثانية، ومن المتوقع أن تترافق معه جبهة هوائية باردة يتوقع أن تعبر أجواء المملكة هذه الليلة، ليلة الخميس على الجمعة. هذه الجبهة الهوائية الباردة يتوقع أيضا أن تترافق مع رياح شديدة، وأيضا يتوقع أن تكون هناك هطولات مطرية جيدة في أجزاء عدة من المملكة، بالإضافة لتشكل عواصف ترابية ورملية في المنطقة الشرقية من وجنوبية من المملكة. هذه الليلة، ليلة الخميس على الجمعة، خاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل، يتوقع أن تتميز بأنها ستكون ليلة عاصفة، وذلك ناتجة عن هبوب لرياح شديدة وعاتية، سرعة بعض هباتها قد تتجاوز 110 كيلومترات، وذلك في أجزاء عدة من المملكة. هناك رياح غربية إلى جنوبية غربية تكون شديدة السرعة وقوية جدا واستثنائية، الأمر الذي يعني يدعونا إلى ضرورة إطلاق بعض التنبيهات بشأن ضرورة الانتباه بعدم أو بتثبيت المقتنيات الخارجية في الخارج قبيل بدء ساعات الحظر. أيضا ضرورة الإخوة المزارعين الانتباه على محاصيلهم الزراعية والبيوت البلاستيكية، كما أيضا ندعو الجميع إلى الانتباه من مخاطر ارتفاع منسوب الغبار، وأيضا حدوث عواصف رملية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، حيث من المتوقع أن تزداد سرعة الرياح بشكل تدريجي خلال ساعات هذه الليلة، وخاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل. وكما تلاحظون هذه الألوان تشير إلى وجود هبات عاتية من الرياح، كما ذكرنا تتجاوز سرعتها في بعض مناطق 110 كيلومترات، وتبقى الرياح إجمالا نشطة خلال ساعات نهار يوم غد، وتخف سرعتها بشكل تدريجي. أما بالنسبة للهطولات المطرية فتزامنا مع عبور ذات الجبهة الهوائية الباردة هذه الليلة، وخاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل، وتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار بدءا من المناطق الشمالية من المملكة تقريبا مع ساعات منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل وفجر يوم الجمعة تشمل الأمطار بمشيئة الله تعالى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون هذه الأمطار مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية والبردية، وأيضا بعض من زخات البرد التي تكون بشكل كثيف بمشيئة الله تعالى. هذه الأمطار أيضا لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض المناطق بشكل يسمح بتشكل السيول وحدوث وجريان كبير الأودية والشعاب. ومع ساعات الصباح الباكر ليوم الجمعة تمتد هذه الأمطار تشمل أيضا بعض الأجزاء الشمالية من المناطق الجنوبية، بالإضافة لامتدادها إلى المناطق الشرقية من المملكة. أما في ساعات نهار يوم الجمعة فيتحرك المنخفض الجوي سريعا نحو الشرق، وتتراجع فرص الأمطار بشكل سريع مع بقائها على شكل زخات مطرية متباعدة زمنيا وجغرافيا، ولكنها تتراجع بشكل مضطرد خلال ساعات نهار يوم الجمعة، وصولا مع ساعات المساء تقريبا تتلاشى فرص الهطولات المطرية بشكل تام، وتصبح الأجواء ليلة الجمعة على السبت مستقرة لكنها باردة إلى شديدة البرودة، بشكل أيضا قد يسمح بتشكل الصقيع في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية. بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة، إذن يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتحول الأجواء بشكل تدريجي، وخاصة بعيدة منتصف الليل تصبح عاصفة رياح عاتية وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد متوقعة في ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم الجمعة. الصغرى هذه الليلة تصل في العاصمة عمان إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة
تصل غدا الجمعة درجة حرارة 12 درجة مئوية. هناك انقلاب جذري على الأجواء يبدأ هذه الليلة ونهار يوم غدا، رياح قوية في معظم ساعات النهار وأجواء باردة بشكل عام. في ساعات الليل تهبط الصغرى إلى 5 درجات مئوية مع أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة، شديدة البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشرع. يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 16 درجة مئوية، تكون حول معدلاتها المعتادة مع أجواء صحوة وباردة نسبيا. الصغرى 9 درجات مئوية. ارتفاع آخر على درجات الحرارة متوقع يوم الأحد، تصل إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار، تتجاوز بذلك معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويميل الطقس للدفء مع ظهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، وتهبط الصغرى ليلا إلى 15 درجة مئوية، وذلك بسبب اقتراب منخفض جوي خمسيني جديد. نستعرض معكم وإياكم درجات الحرارة المتوقعة العظمى نهار يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت. إربد 13.8، كذلك أمر في جرش، المفرق 13.7، وفي عجلون من 12 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة 12 إلى 5، الصل 13 إلى 6، في مدمة 12 إلى 7، في البحر الميت من 21 إلى 15، وفي الزرقاء من 14 إلى 7 درجات مئوية. جنوبا في الكرك 11 إلى 7، في الطفيل 11 إلى 6، في معان من 13 إلى 5، في جبال الشرع من 10 إلى 4 درجات مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى إلى 13 درجة مئوية. شرقا عواصف رملية متتالية، في رويشة 19 إلى 6، في الصفاوي 16 إلى 7، وفي الأزرق كذلك الأمر. قبل الختام جملة من التنبيهات والتوصيات للتعامل مع الحالة الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة، لعل أهم هو من مخاطر ارتفاع طبعا مستويات الغبار في الأجواء سواء في جنوب وشرق المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ومناطق الصحراوية. الأمر الآخر هو من مخاطر شدة سرعة الرياح الاستثنائية، وبضرورة تثبيت المقتنيات الخارجية والحفاظ على البيوت البلاستيكية خلال ساعات فجر يوم الجمعة وساعات نهار يوم الجمعة. الأمر الثالث هو من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة أو من تشكل السيول، وبالتالي دعوتنا إلى المواطنين بحماية ممتلكاتهم سواء في منشآتهم التجارية أو في أماكن سكناهم في المناطق المنخفضة والمعتاد تجمع المياه بها. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.